من هو الصحابي الجليل الذي حضر العرض الأخير للرسول صلى الله عليه وسلم للقرآن الكريم؟ سيدنا علي بن أبي طالب، سيدنا أبي بن كعب، أو من الخلفاء؟ طيب لا، على أم الصحابة. عبد الله بن عباس. ايه؟ مع الاسف. تفكر. الله اعلم. اخر واحد علي ابن ابي طالب. لا، للاسف الاجابه غلط. ممكن تفكري تاني؟ زيد بن حارثه. لا، مش عارفه. طب ممكن اختيار احسن عشان احنا اتعودنا على الاختيار. معلش معلش والله اتعودنا عليه. عبد الله بن الزبير، زيد بن ثابت، علي بن ابي طالب. علي بن ابي طالب. الصحابي الاخير الذي عاد، سيدنا زيد بن ثابت. زيد بن ثابت. صح، كسبت معانا. الله اكبر. اتفضل الهديه بتاعتك. وجه بقى للناس كلمة في رمضان. شكرا جدا. بقول للناس كل سنة وانتم طيبين، ويا رب يجعلها سنة سعيدة عليكم، ويكون رمضان سعيد، ويا رب تكون فرصة لكل عاصي ان هو يتوب ويقرب من ربنا، ويا رب دايما الشعب المصري في خير وفي سلام وفي امان يا رب، وكل سنة وانتم طيبين. وانت طيب. سلام.